مشكله كبيره في نادي الزمالك لتاريخه، من قبل ابراهيم يوسف، من قبل الدين لحد التاريخ ده، ان الحته دي مفتوح مشكله ديفنس في نادي الزمالك. لعبنا بطريقه محترمه، نظمنا الامور، التنظيم في الملعب في كوره بتتلعب بشكل كويس، بشكل ايجابي تليق بنادي، بامكانيات نادي الزمالك واللاعبين اللي موجودين، وبطموحات الاداره الاستاذ مرتضى والمجلس، ان هو جابوا لعيبه عايزين يكسبوا ويلعبوا كوره كويسه. اتعمل الكلام ده، ما لحقناش 3 ماتشات ومشينا. ف دي يعني كانت ماتش مكسب وستة يعني ماتش، حتى ما خسرناش ماتشين تعادل، لسه في اول موسم، وانت بتوصلي للجون بشكل ايجابي، وما كانش لسه الدوري لسه طويل، لان يعني في فرق يعني برشلونه وريال مدريد بيكسبوا ويخسروا وبعد كده ياخد دوري، يعني والنادي الاهلي خسر وكسب هياخد الدوري او الزمالك. العلاقه حاليا عامله معاهم ازاي يا كابتن؟ كل احترام ليه؟ لان احنا لما خرجنا، لما الراجل خد قرار ان احنا نمشي، ولا صرحنا ولا علقنا. ليه؟ ده انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام، لانك انت لازم تحط في نفسك في مكانه الرد والفعل ده، ما انت ضعيف، اللي يرد ويقول انا طب مشاني ليه؟ طب الراجل ده ما احنا كل يعني ازمه يمكن في الزمالك او كده او تعثر بيتقال اسم دايما كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، وده شرفنا لان في ثقه كبيره بيننا وبين جماهير الزمالك، لان جماهير الزمالك عارفه في مواقف كبيره وموقف صعب جدا تعرض ليه نادي الزمالك من 2010 او 2009 اعتقد، ان احنا كنا نادي الزمالك كان بيعاني المجموعه اللعيبه اللي موجوده او النتائج، عمر نادي الزمالك ما وصل المركز 13. اجتهدنا مع بعض وعلى فكره يعني من الحاجه اللي انا كنت اتمنى يعني حاجه سعيد بيها، ان جماهير الزمالك رجعت في الفتره دي في ثقه تاني، الناس تمشي تحضر الماتشات في 2009 2010 نتيجه النتائج الايجابيه اللي حصلت. طيب انا هطلب منكم طلب، انا عندي 5 دقائق ولازم اسالكم كذا سؤال. اتفضل. فهسمع بقى اجابات سريعه ولازم تبقى اجابات حقيقيه. كابتن حسام، مين من الزمالك الاثنين تحديدا اللي تبقى عايز تضمهم عندك للفريق المصري حتى لو مستحيل؟ لازم اسمع اسمين، مش عايزه اجابه دبلوماسيه خالص. احنا هنا مش يعني بالتكوين. ما هم مش اثنين بس. طب اهم اثنين. يعني انا شايف ان 5 دقايق هيروحوا الكابتن بفكر. اسمع، انا مش عايز يعني في كتير والله بجد. قول لي اثنين. يعني انا شايف ان الشناوي واحد منهم طبعا. الشناوي جاي لك للصفقات دلوقتي يا كابتن. والثاني مصطفى فتحي وايمن حفني وشيكابالا وباسم. هو يعني واحد. طيب كابتن ابراهيم، الصفقات المتوقعه للمصري. المتوقعه اللي احنا نجيبها يعني؟ اه ان شاء الله. وعلي جبر خلي بالك. والله احنا بنحاول بس كل اما نيجي نفكر في حد بيتخطف مننا. لا عايزه برضو اسماء. اسماء كمان حاولت وما جاتش، واسماء يعني ان شاء الله باذن الله بتشتغل عليها دلوقتي. ارجوك. والله صدقيني في احنا ظروف، خصوصا النادي المصري الاختيارات بتاعته بتبقى الموضوع صعب. مش اسم واحد في نادي الزمالك؟ لا اسم بشكل عام في الصفقات اللي جايه. مفيش حاجه ظهرت. احنا مفيش حاجه بس كنا بنشتغلوا عليها. كان في لعيب بس لقينا الانديه كلها دخلت فيه. مين بقى؟ رزاق السير مثلا في اسوان، كنا بنحاول ان احنا نجيبه لقينا كل الانديه دخلت فيه. طب مين اللي متوقع الفتره اللي جايه؟ وخلاص تبقوا اخدتوه دلوقتي براءه تعاقد. مش هنقدر لان يعني بنحاول بس هي في نقطه انا كنت عايز اقول له حسام للمستشار مرتضى كان بيتكلم فيها على طول. من الاسباب اللي احنا مشينا فيها كان مهمه جدا، لان عايز اوضحها وكل مره اضحك لما اسمعها. بالنسبه لعبد الشافي، عبد الشافي كان المستشار مرتضى بيقول من ضمن الحاجه ان احنا لعبنا عبد الشافي غصب عن الاداره وكده لنادي الاهلي السعودي. فانا عبد الشافي لعب كان حتى بتليفون كان قبل ماتش الداخليه او الشرطه، الماتش الاخير اللي بنمشي فيه، فاتصل بالليل كان المدير العام لنادي الزمالك قال لنا عبد الشافي هيروح خلاص ينتقل للنادي الاهلي السعودي فمش هينفع يلعب. فليه؟ قلنا له خلاص تمام. فبلغنا حسام اتفاجئ الصبح قبل الماتش، كان بلغنا ان هو يمشي بالليل. بلغنا اتنين بالليل ان مش هيلعب. فجينا الصبح حسام خلاص قال له هتروح عشان مش فقبل ما يمشي كان اتصل بيا المستشار مرتضى قبل كان الماتش تقريبا 5 أو 6 الظهر، اتصل بيا الساعه 2. لا ابراهيم هي انا وبعد ما صحينا على الفطار هي اللعيبه اللي مش هيلعب وعملت البديل خلاص ما عنديش مشاكل. فاتصل بيا المستشار مرتضى قال لي خلاص عبد الشافي يلعب، وانا استاذنت من الامير وحتى في اتحاد الكره الكابتن احمد مجاهد هيلعب وكده. فدي بس انا عايز اكد عليها لان النقطه دي ما كانتش موجوده خالص. استاذ مرتضى بيقول ان احنا
يعني قال لك ما يلعبش، فقلت له لازم يلعب. فده كلام مش كده. وعلى فكره العلاقه بيننا وبين المستشار مرتضى محترمه جدا جدا جدا، فبعيد عن الكوره هو خلاص يعني. طب شايفه هنا برضو في اجابات بتبقى يعني اكتر وضوح، وعلى الناحيه الثانيه في اجابات اكتر وضوح. بس خلوني بقى، انا سالت الكابتن حسام على مين عايزه من الزمالك، اسالك مين عايزه من الاهلي، عينك على مين؟ كلهم اثنين. اثنين برضه. انا عايز يا كابتن سيبه يقول بقى، ما تقولوش انت. النادي الاهلي والزمالك مليان لاعبين محترمين كتير، يعني احنا على سبيل المثال لو يدونا مثلا وليد سليمان شويه كده. وليد سليمان يعني يعني لو مش محتاجينه. يعني مش محتاجينه. لو عايزين كابتن حسام مصر يبقى يعني دبلوماسي ويقول لك كل اللعيبه. ولو سعد سمير ماشي. ولو سعد ماشي. احمد فتحي برضه الراجل انا بحبه جدا. احمد فتحي عشان وحسام عاشور. وحسام عاشور طبعا على فكره. طب بالنسبه لعماد على فكره بس علق بس على حسام عاشور. وحسام غالي لو هو مضايقهم. طب ولو عماد متعب مضايقهم؟ عماد متعب ده انا من احسن الفراوده في 10 15 سنه اللي فاتت، يعني مهم جدا. وانا بقول له ان شاء الله ربنا يكرمه في قراره ان هو يكون لو متواجد في النادي الاهلي او غيره. لكن تنصحه بايه؟ لو هو قادر يلعب ويا ريت ان لو في النادي الاهلي ويستغلوه يبقى خير وبركه، لكن هو لو حس ان النادي الاهلي ما عندوش رغبه وهو قادر، يعني لازم يكون قادر ان هو لو راح في حته ثانيه لازم يكون عارف ان يرجع منتخب مصر من المكان الثاني، ده انا بنصحه. لو هو مش مهيئ نفسيا ولا بدنيا القرار لازم ليه يطلع من النادي الاهلي بشكل كويس. يعتزل؟ لو هو ده قراره هو، بس انا قلت حضرتك حاجتين، لو هو بدنيا وفنيا مش جاهز هو، لان انا عارف هو ذكي جدا ومؤدب جدا، يعني من الناس اللي لو طلعت من الملعب ومش عيب هيطلع بشكل راقي. مش عيب يا حسام لو لعب، لو هو حس ان هو قادر ان يلعب في نادي تاني، يعني مش مش هقلل ان هو عشان هيلعب في نادي غير النادي الاهلي يبقى حاجه وحشه، لا بالعكس. طب سؤال بقى قبل ما نختم عشان احنا خلاص فاضل لي اقل من دقيقه، ممكن تسيبوا احمد جمعه وكابوريا للزمالك؟ لو لقينا لو في بديل، لو في بديل فبدائل اكتر من تقدر تشيل، لو في بدائل انما لو انما لو انما ما فيش بدائل لو احنا سيبنا يبقى انتحار. على فكره خلي بالك ده نجاح، انا سعيد جدا ان النادي الاهلي والزمالك كل سنه عايزين لعيبه من عندنا، خلي بالك مش ولو احنا فعلا اللي في بدائل ما فيش مشاكل خالص، بس لازم يكون عندنا بدائل. لو ما فيش بدائل هيقعدوا. انا لو عليا هكمل الحوار ده ساعه كمان، انا استمتعت بالحوار جدا. ان شاء الله يبقى لينا حوار تاني. كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، شرفتم. ربنا يخليك. شكرا لكم مشاهدينا.